في هذا المكان منذ قليل أغار الطيران الحربي على مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي وقصفها بالطيران طبعا الحربي بصاروخين، فمما أدى إلى هذا الدمار. نلاحظ دمار هائل في منازل المدنيين، واضح كلها منازل المدنيين. طبعا في هذا الاتجاه صاروخ. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كم صاروخ على مدينة لطامنة؟ صاروخين اليوم من هون بالمنطقة. من نفس الطيارة؟ نفس الطيارة رميت صاروخين. صاروخ هون وصاروخ الثاني وين؟ صاروخ هون وصاروخ هون بالدار الثاني هون. ممكن تدلين عليه؟ تفضل. إذا في هذا المكان صاروخ. وفيها غير البيوت المدنية. طبعا واضح أنها منازل مدنيين. مدنيين. أخي هون يبدو نزوح كبير بهالمنطقة هاي. المنطقة هاي الناس كلها لأنه دائما مستهدفة. دائما يضربوا على المدنيين. فلذلك الناس ناسها. ناس كلها. واضح. في هذا الاتجاه مكان الصاروخ. هذا المكان الصاروخ. إذا هذا مكان الصاروخ الثاني التي ألقته الطائرة الحربية على مدينة اللطامة بريف حماة الشمالي. هذا هو مكان الصاروخ. واضح الدمار في محيط القصف. نذكر بأننا بتاريخ 8/2/2016 مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي.